احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد تقديم الطفل إلى الهيكل بحسب التقويم الشرقي. وبهذه المناسبة ترأس سيادة المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا القداسة الاحتفالية في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في منطقة الصوفية بعمان. عاونه فيه عدد من الآباء الكهنة بحضور جوقة وأبناء الرعية. وبعد قراءة الإنجيل المقدس قدم قدس الأرشمندريت فينيديكتوس كيال عظة القداس التي حثنا فيها أن نقدم دائما قلوبنا وهمومنا ومتاعبنا لله ملك المجد بكل تواضع وحب وثقة وثبات. وفي ختام القداس قدم المطران فينيديكتوس شكره العميق للآباء الكهنة المحتفلين معه في الذبيحة، وشكر كذلك مجموعة كشافة ومرشدات الرعية بقيادة فؤاد شحادل على ما يقدموه لخدمة الكنيسة والمجتمع. كما قدم سيادة المطران أيقونة دخول السيد إلى الهيكل للكشافة كعربوني شكرا وتقديرا لهم.